عملا باحكام المادي 309 اصول جزائي واحكام المادي 10 بيع عقوبات اقتصاديه وفقا لمطالبه النيابه العامه تقرر بالاتفاق اولا تجريم المتهمين الموقوفين وهم فواز المصو بن ياسر عبد الهادي حسن بن عدنان صفوان علي بن نازل غدير مرابع بن موسى مأمون بن عبد القطان ندى صبري بن صبري بجناية تزوير واختلاس المال العام والحبس 5 سنوات أشغال شاقة للموقوف الأول فواز المصو بن ياسر و3 سنوات أشغال شاقة لباقي الموقوفين. ثانيا إلزام المتهمين جميعا بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 1,000,000 ليرة سورية للجهة المدعي تعويضا للضرر اللاحق بها. ثالثا حجرهم وتجريدهم مدنيا وعفوهم من منع الإقامة. رابعا تضمينهم الرسوم والمجهود الحربي. خامسا قرارا وجاهيا قابلا للطعن بطريق النقد صدر وأفهم علنا حسب الأصول. رفعت الجلسه. خمس سنين ليش أنا شو سويت؟ أصلوا يا ناس الله أكيد خمت لي مثلهم. ليش أنا يلحق موت 3 سنين وأنا عاد 5؟ لك ما تخافوا من الله، معلش في الله، في حساب بكرة من آخرة. أنا رصير المظلومين مو حرام عليك من عاد 5 سنين ما تخافوا من الله. يا ولد شباب يا عاد 5 سنين بالحبس شو سويت أنا؟ إني يشتور يتبانك وأنا عاد 5 سنين. لك ما تخافوا، لك ما بعد تسمعوا يا ناس، ما بعد تسمعوا، ما تخافوا من الله يا ناس، ما تخافوا من الله. والله حرام عليكم تصلبوني، حرام عليكم. قدامك من الحبس ارباحك ماشيه. في الله، في الله، في الله، في الله، في الله.